السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. أرجو من الله أن الجميع يكون بخير، وأحب أقدم تحياتي وشكري لكل الناس اللي بتتابعني، كلكم بلا استثناء. ربنا يرزقكم الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم أمين يا رب العالمين. الديك بتاعنا بيحييكم. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. طبعا يا جماعة ده تقريبا كده آخر فيديو معانا. يا عم اسكت بقى عشان أعرف أتكلم. ده تقريبا آخر فيديو معانا من بين شيهون. لا إله إلا الله، أقسم بالله بحس إن هو بيعاندني كده على طول. طيب نستنى لما تخلص عشان أنا مش عارف أتكلم وأنت شغال كده. خلصت؟ لسه. لا إله إلا الله. المهم طبعا النهاردة الفيديو بتاعنا عن الحفظات، بما أننا في رمضان بسم الله ما شاء الله الناس كلها بتدور على الحفظات وعلى الحاجات اللي يفضل فيها الأكل سخن. لذلك النهاردة جولتنا عن الحفظات بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. ومبدئيا يا جماعة الفرع ده بين شيهون اللي موجود في حي الأندلس، أبها حي الأندلس بجوار حديقة الأندلس. عندهم حاجات حلوة جدا بسم الله ما شاء الله. طبعا عندهم الحفظات اللي تحت دي على تقريبا 37 ريال أو حاجة زي كده، وفي أو 31 ريال، في 31 وفي 30 وفي 32. بس للأمانة أنا بفضل الحفظات الستانلس للأمانة وللمصداقية. الله المستعان. ليه بقى بفضل الستانلس؟ لأن الستانلس سبحان الله أول حاجة فخامة، تاني حاجة الأكل لما بنحط فيه إدام أو خضار أو حاجة ما بيلزقش فيه. أما الأبيض ده أحيانا لون الإدام في طماطم وكده بتحس إن هو بيبقع فيه. للأمانة أنا جربت دي ودي. أما الحفظات الستانلس حلوة وفخمة وبسم الله ما شاء الله بيفضل فيها الأكل فترة طويلة سخن. شفتوا في هناك برضو حاجات يعني بص طالعة في العلالي جدا زي دي. احنا مش عايزين برضو الحاجات المزخرفة يعني عارفين انتوا احنا بندور على الجوهر وليس المظهر. دي حلوة، دي جميلة، انا دايما باخد منها واخدة منها قبل كده الحمد لله. عندي الكبيرة وعندي الصغيرة، دي 72 ريال تقريبا بس حجمها كبير، في احجام كبيرة جدا وفي احجام صغيرة وفي احجام وسط. شفتوا دي تحفة، دي اللي انا قلتلكوا عليها قبل كده في الفيديو. التلاتة منها ب 52 ريال، بس مش عارفه بقى العرض لسه موجود ولا لا. عندهم البراريد اللي انتوا شايفينها الجميله دي ب 50 ريال، البني في ابيض ده ب 50 والاصفر والحاجات دي. يعني بصوا اسعارها بتبدا من 48 ريال 46 50 52، مفيش حاجه هناك بتتعدى ال 52 ريال الا الدلال بتاعت القهوه، في ممكن منها يبقى ب 69 ب 65 في هالحدود. الديك بتاعنا علق مفيش كنترول خلاص، اقسم بالله علق. يلا الله المستعان. ودي براريد برضو شكلها جميل زي ما قلت لكم 46 48. الله حلوه الدلال دي، خصوصا اللي عليها التراث العثيري ما شاء الله 60 تقريبا. حلوه حلوه مع اختلافنا على اللون الاحمر. انا عندي من الاسود دي، عندي البراد والدله زي بعض 48 زي ما قلت لكم. يعني دي مختلفة عن دي شوية، ده 60 ودي 48. دي عندي منها بالظبط سمسم صديق نفس دي بالظبط. ايوه كده جميلة، احب اللون الاسود ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. عندهم الازرق والاسود والاحمر والاصفر، كوكتيل مشكل بسم الله ما شاء الله. للناس اللي هتسألني تاني الفرع ده فين، الفرع ده يا جماعة بين شيهون أبها حي الأندلس بجوار حديقة الأندلس جنب محلات أبو خمسة أيام التوفير. طبعا خلصنا هنا، نشوف الباقي. عندهم هنا برضو بسم الله ما شاء الله الطواط، عندهم طواط عليها عروض حلوة كانت لسه موجودة، بس زي ما قلت لكم دائما الحاجات اللي فيها عروض بتخلص بسرعة لأن الناس كلها زي الناس زيكم، كل الناس بتدور على الحاجات اللي سعرها منخفض شويه. ايوه طبعا ده العقل بيقول كده يعني. شفتوا دي تحفه ما شاء الله، دي اللي انا خدت منها كانت ب 80 ريال ونص، خلوها ب 46 ريال بس بصراحه تستاهل، تقيله
وفخمة وفيها بصوا فيها لا مش دي، دي واحدة تانية، دي برضو حلوة بس انا عشان عندي من النوع ده فخدت التانية اللي هي تحسوا ان فيها ارتفاع كده شوية، اللي فيها السمبوسة اللي هي بتاخد كمية زيت ما شاء الله، دي برضو حلوة سيراميك مش عارفة سعرها فين، بحاول اشوف السعر. سعرها كده 86، ما كنت مخطأة يعني، لو عوجت الجوال كده تبقى 86. هي الطواط بص يا جماعة مبدئيا برضو الطواط اسعارها يعني اسعارها عالية، ما مش رخيصة، لما بيكون في عرض بيبقى حلو، حاجة واربعين 48 46 حلو زي الفل زي العسل. شفتوا دي 46 كانت ب80.5 بقى ب46، دي اللي انا خدت منها تقريبا الورق، شفتوا 46 تقيلة ما شاء الله تقيلة، ايوه هي دي اللي انا خدت منها فعلا تحفة، اللهم بارك بسم الله ما شاء الله. هو لسه عندهم كمية ان شاء الله اللي عايز هيحصل هناك بإذن الله. عندهم برضو الألمونيوم رخيص مش غالي، اوريك واحدة دلوقتي. انا كنت بسأل الراجل على حاجة، شفتوا دي بتاعت السمبوسة 1 2 3 6 فيها 6 6، لا والله ده فيها 7، لا ده فيها 8، فيها 8، 4 هنا و4 هنا ما شاء الله اهي. خلينا نشوف سعرها 34 ريال كبيرة، انا خدت واحدة من الصغيرة دي، قلت حلوة وعلى قدنا كده يعني، اتنين هنا واتنين هنا وهتمشي الحياة وهتبقى زي الفل، نجربها وبعدين نقول لكم رأينا يعني. اهي ب17 ريال وحاجة يعني حلوة، الصغيرة انا خدتها للأمانة حلوة شكلها حلو، بس عملية مش عملية الله اعلم لسه ما جربتهاش. عندهم الجريلات بقى وزي ما قلت لكم الطواط الالومنيوم عندهم رخيصة مش غالية. خلينا مبدئيا نشوف سعر واحدة اهي بسم الله، سعرها 13 ريال و30 هللة، حلوة وتقيلة على فكرة للأمانة برضو مش خفيفة مش أي كلام، لا تقيلة وحلوة حلوة بسم الله ما شاء الله. بس أعتقد الناس كلها أصبحت تفضل اللي هو السيراميك والجرانيت والتيفال والحاجات دي لأنها أسهل. دي برضو بتاعت السمبوسة هي 8 ريال، ودي واحدة جديدة برضو للسمبوسة، صدق أول مرة أشوفها دي شكلها غريب، نزل نفتحها بس ما لقيت لهاش مفتح، قلت خلاص بلاش نخرب على الناس، شكلها حلو بصراحة يعني، تطلع لنا السمبوسة زي السمبوسة العادية الورق اللي احنا بنشتريها دي، طبعا كلها بيستخدم فيها عجينة البف بتاعت السمبوسة العجين، وطعمها جميل على فكرة يعني. كل الحاجات اللي انتوا شايفينها دي لها علاقة بالسمبوسة واللجيمات وحلويات رمضان يعني وكده. دي بتاعت برتقال على فكرة، عصارة برتقال و18 ريال، شوفوا يدوية حلوة مش الكبيرة بقى اللي بتبقى في المقاهي وكده، لا دي اليدوية العادية. ودي برضو كل الحاجات دي بتاعت سمبوسة على فكرة، القسم ده كله فيه ادوات السمبوسة، هتلاقوا حاجات كتيرة وحاجات من دي القطاعات بتاعت العجين، هتلاقوا حاجات كتيرة جدا ما شاء الله يعني. انا عن نفسي عجبتني الصغيرة اللي فيها 4، قلت نجربها ويعني زبطت الحمد لله رب العالمين، اما زبطتش خلاص يعني قدر الله وما شاء فعل، ما لناش نصيب. وهنا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، طبعا ده القسم بتاع القوالب بتاعت الحلويات والحاجات دي، دي الحفظات اللي قلت لكم عليها، انا كنت وريتها لكم في الفيديو اللي كنت بتقضى فيه، التلاتة ب52 ريال بصراحه عرض رهيب يعني انا من الناس المحظوظة ان انا شفت العرض ده وجبت منه الحمد لله رب العالمين، حلو جدا بسم الله ما شاء الله. طبعا يا جماعة زي ما قلت لكم قبل كده العروض دي سبحان الله هي بتكون لفترة مؤقتة، مش هما بيعملوها لفترة مؤقتة لا، مجرد ما بتخلص الكمية خلاص يعني نفذت الكمية، لكن اللي عايز يجيب هي لسه متاحة لحد دلوقتي ان شاء الله بإذن الله العظيم. عندهم حاجات حلوة، عندهم حاجات جميلة، عندهم حاجات في متناول الجميع، عندهم حاجات أسعارها متوسطة، عندهم حاجات أوفر جدا، مالناش دعوة بالأوفر، احنا خلونا ناخد الحاجات العملية واللي تمشي الحياة تمام كده تمام بسم الله ما شاء الله. طبعا دي الحفظات اللي أنا كلمتكم عنها، برضو احتياط يا جماعة لما يكون الواحد بيشتري الحاجات دي قبل ما يطلع من المحل يشوف الحاجات اللي هو جابها، هل دي الحاجات اللي انا طلبتها؟ هل هي مختلفة من جوه؟ لان احيانا نروح البيت ونلاقي حاجة ناقصة، نلاقي حاجة مختلفة، ممكن احيانا نلاقي حاجة متطبقة، ممكن.
يعني انا مره من المرات جبت حفظات من مكان ما ورحت البيت لقيت الحفظه متطبقه والغطا ما بيمسكش عليها خالص، رجعت رجعتها تاني فنتاكد قبل ما نطلع عشان ايه تبقى امورنا تمام كده ونمشي كويسين ان شاء الله باذن الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. وزي ما قلت لكم قبل كده يا جماعه، الناس اللي هتسالني الفرع ده فين، الفرع ده بين سيهون حي الاندلس بجوار حديقه الاندلس، زي ما قلت لكم جنب ابو خمسه، جنب محلات ابو خمسه. بسم الله ما شاء الله. ايوه حسن الختام عشان اخر فيديو، يلا شد حيلك ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. الناس اللي وصلت معانا للحته الحلوه دي والديك بتاعنا يدونا لايك. قول قول يا قلبي قول، خلاص هنقفل خلاص. يعني بتحطي لي المقدمه والنهايه؟ ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. اتمنى بقى لو الفيديو عجبكم فضلا وليس امرا شجعونا كده بلايك جميل، وان شاء الله باذن الله لسه لنا فيديوهات تانية في اماكن تانية وان شاء الله انها تعجبكم باذن الله العظيم. وطبعا زي ما قلت لكم يعني انا ما خليتش حته في بين شايون لما صورتها، الجذور وجذور الضغط والقلايات الهوائيه الافران الكهربائيه كل حاجه بسم الله ما شاء الله صورناها الحمد لله رب العالمين. عندهم برضو عروض حلوه على الافران الكهربائيه للناس اللي عايزه فرن كهربائي، بتبدا اسعاره من 200 و230 ريال و235 اللي هو طبعا التركي. بسم الله ما شاء الله. وفي النهايه كده ان عجبكم الفيديو حطوا لنا لايك، والسلام عليكم ورحمه الله.